ارتفاع محسوس في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف مدن الوطن، حيث تعرف 13 ولاية تتصدرها العاصمة زيادة في الحالات، واقع تبعه حجز نصف الأسرة المخصصة على المستوى الوطني لحالات الكوفيد. هذا النتيجة متوقعة، وهذا لحالة التراخي التي شهدتها الجزائر في الأيام الأخيرة. بعدما كنا ننعم في استقرار وتحكم في المنحنى البياني لوتيرة انتشار وتيرة كوفيد في الجزائر، شفنا بعض التراخي من جهة، كذلك البطء الذي كان مسجل في التلقيح في الجزائر. عودة نشاط الفيروس راجع إلى عدم الالتزام بالتعليمات الصحية اللازمة، إضافة إلى استهتار في التطبيق السليم للتدابير الوقائية. حاول استمروا في اتباع التدابير الوقائية واحترام الإجراءات الوقائية المفروضة من طرف السلطات العمومية، وكذلك الاستمرار في الثقافة الصحية اللي اكتسبها المواطن الجزائري. كذلك الشيء اللي نوصي للمواطنين هو التلقيح الجماعي، هذه ضرورة علمية للقضاء على الفيروس. اكتساب المناعة الجماعية يستوجب بلوغ نسبة 70% من التلقيح أو إصابة نصف الكثافة السكانية بكوفيد-19، هكذا يرى مختصون. الطريقة الأولى هي الإصابة بكوفيد وتعطاش إصابة حقيقية لخمسين إلى 60% من السكان، والطريقة الثانية هي طريقة علمية، وذلك عن طريق تلقيح 50-60 حتى 70% من عدد السكان، أو اجتماع الطريقتين مع بعض باش نوصل إلى مناعة مجتمعية، نقوم بكسر سلاسل انتشار الفيروس ومحاصرته حتى نصل إلى الإصابة صفر. إلى غاية اللحظة لا تزال الجزائر بعيدة عن الأرقام الرهيبة التي تسجل في محيطها، غير أن هذه الوضعية المستقرة نسبيا مرشحة للخروج عن السيطرة إذا تواصل الاستهتار وعدم احترام إجراءات الوقاية، خاصة في ظل الوتيرة البطيئة للتلقيح.